بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ما نحتاجه في وصفة اليوم هو بيكربونات الصوديوم. هذه هي بيكربونات الصوديوم، نلقوها تتباع في الصيدليات وفي المحلات مكان لوازم الحلويات. هذه هي بيكربونات الصوديوم، هذا المسحوق الأبيض. نحتاج كذلك ماء، يكون ماء معدني وماء مصفي وماء صالح للشرب. نحتاج كيسان رايحة. نبدأ أولا نوضع هذا القدر كافي من الماء، ونحط فيه قدر ملعقة قهوة، يعني ملعقة صغيرة هكذا. راح تذوب في سرعة هكذا ونشربها، خاصة بعد الأكل، يعني تكون المعدة ما هيش فارغة بعد الوجبة. نشربها مرة في اليوم لمدة أسبوع، رايحين نتخلصوا من القولون العصبي، ألم المفاصل، ألم الكلى، رايحة تصفي الكلى، رايحة تنقي الدم. هي موضة قلوي، محلول قلوي، لكن ناخذه لمدة أسبوع مرة كل يوم، ومن بعد نعود نشربه مثلا في الأسبوع مرة أو مرتين. راح نتخلصوا خاصة من ألم المفاصل والروماتيزم. ممتاز ممتاز وأكثر من ممتاز، لكن الطعم نتاعه غير مستحب. لهذا يعني عادي، أنا شخصيا نقدر نشربه هكذا، أما للناس اللي ما يقدروش، رايحة ناخذ كاس ماء، نوضع هذا المقدار من الماء، ناخذ ليمونة هكذا، ليمونة عادية، ورايحين نعصر فيها، خاصة أن الماء مع الليمون هو حمضي ومحلول بيكربونات الصوديوم هو قلوي. لو مزجنا الحمضي مع القلوي راح نتحصلوا على محلول عادي، وبهكذا ما نغيروش البي اش نتاع الجسم. من بعد الانسان اللي يقدر يشربه هكذا يشربه. الانسان اللي ما يقدرش يشربه ممكن يحليه بمغرف يعني نتاع عسل. انا شخصيا نقدر نشربه، لكن نعطي حلول للناس حتى ما يلقوش عراقيل. عندي هنا عسل حنوضعه معه، عندي هنا عسل، هذا عسل يعني بدون ما نشوفوا الماركة، هو عسل فيه على الأقل 70% عسل، شريته للقاضي الصيف لجن فصل الشتاء والأمراض. راح نخلطه بهذه الطريقة، ومن بعد هنا راح نغير نمزج المحلولين مع بعض حتى نشربوهم رايح يفور هكذا، لكن عادي يعني مش مشكل، لأن خلطنا القلوي مع الحمضي. لكن في هذه الحالة أي إنسان يقدر يشربهم، ما يقولش يعني الطعم غير مستحب. أنا شربته هذا اللي قعد عسل فقط، ورايحة نشربه إن شاء الله. حاولوا تجربوه خاصة في فصل الشتاء، وآلام المفاصل تزيد تقوى وتسبب لنا إزعاج خاصة في الشتاء. رايحين نتحصلوا هكذا، ونزيد نكمل نشربه حتى نستفيد، خاصة كما قلت ما نشربوش الكرش يعني المعدة فارغة، نشربوه على معدة تكون ماكلين. ممتاز، هذا هو المحلول اللي قلت عليه والماء. أما الليمون هو إضافة فقط، اللي يقدر يشربه عادي، يوضع فقط هكذا باش ما نكثروش
عليكم، رايحه تحطي، يعني انا عطيتك حلول حتى ما يقولوش انه الطعم نتاعو غير مستحب ما نقدروش نشربوه. عادي، هنحط كاس كيما هذا، راح نزيد عليه مقدار هكذا. انا مش راح نشربه لاني شربت، اذا كان كثرت مش مليح للجسم لانه قلوي وراح يغير pH نتاع الجسم كثير، لهذا هذا ممكن نعطيه الواحد من العائله يشربوه، من الاطفال او الزوج عادي يعني هكذا ونشربوه، وبالشفاء ان شاء الله، خاصة مفيد لأمراض المفاصل، مفيد 100% لألم المفاصل. في أمان الله وحفظه، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. هذا راهو يعني وصفة قديمة، وصفة من نتاع جداتنا ونتاع أمهاتنا، كانوا يستعملوها لما يكون عندهم غازات في المعدة، او يكون عندهم عسر في العظم في الهضم، او يكون عندهم الم في البطن، يروحوا يجيبوا بيكربونات الصوديوم ويخلطوها ويشربوها. وحتى هذاك القرص الفوار كان اذا لاحظتوا راح تقروا وش المكونات نتاعو، راح تلقوا فيه الحمد لله، راح تلقوا فيه انه فيه نسبه من بيكربونات الصوديوم، لان بيكربونات الصوديوم هي اللي تخلينا نتقرعوا، يعني نخرجوا الغازات اللي في البطن. وفي أمان الله وحفظه، وشكرا، ما تنسوش الاشتراك في القناة وضغط اللايك، وشكرا.